بدري الأخيرة. الله الله. صيحة خوف. صالح. كذا كذا. لكن مركب. ما هو يا ما هو سر جمالك؟ اللهم لك الحمد. هل هو عمليات التجميل استاذ صالح عشان نعزز ال الله الحمد لله. هل هو عمليات التجميل ولا ايش؟ توفيق بالابتسامة. استح استح يا حبي لك والله. عمليات تجميل يوم. لا صدق يعني انه ما ندري على الجمال هذا ما شاء الله تبارك الله. والله شوف انا بقول لك شغله. كم عمليه؟ انا ما ودي اقول كل الاسرار. صعب. لا 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 تقول كل الاسرار. لا تقول والله انا معك والله العظيم. بعض العمليات بعض العمليات. انا ما ودنا احد يصير جميل مثلك يعني. حاول ان يعني قل لي ايه لا عشان ما حد يصير. انا صدق يعني فعلا جميل. اي والله انك اكيد. الله يبشرك بالخير. جميل بروحك وبشكلك وباخلاقك وبماضيك وبمستقبلك وبحاضرك. نعم اي والله. اي والله يا الله. والله شوف الحمد لله هذا فضل من الله. اول شيء ترى بالعكس الكاراتيه كانت مرهقه جدا جدا. الكاراتيه فيها شد. وانا حقيقه اقول للمدربين والناس المتحمسين في الكاراتيه انا اقول رياضه فيها بطولات وفيها فوز وخساره ترى متعبه نفسيا الى ممكن توصل مرحله اكتئاب. الرياضة ممارسة متعة. اللي يمارس الرياضة لأجل المتعة بيستانس ويرتاح ويصير صحته أفضل. أنا فعلا فترة اللي دربت فيها كاراتيه وكان عندي بطولات كان فيه شد نفسي كبير جدا وضغط نفسي علي وبتخيل ما ننام الليل أحيانا نفكر بكرة وش تصير. وكان منافسنا طبعا نادي هجر ونادي الوحدة وكانوا أندية شرسة يعني شرسة جدا جدا وصعبين يعني. ف بعدها قلت يا ولد بهتم بالرياضة اللي لأجل الصحة. مع أني كنت أنا مدرب ومتحمس لكن جيت وجدت والله يا ولد الحق على نفسك. فبديت أركز على السباحة ركز على بعض التمارين يعني ما شاء الله. سر جمالك سر هو الرياضة وغير التغذية. أنا مثلا زيوت مهدرجة ما أكلها مستحيل ما شاء الله تبارك. الشراب شيء اسمه شراب من يوم عرفت نفسي عرفت أن الشراب والنكتار والعصير هذا عصير أنا متأكد ذا عصير. عصير طبيعي. إيه هذا عصير. أشرب عصير. كلمة شراب. الشراب يا أخوان كله مواد عبارة عن ألوان ونكهات. فأنت قاعد تشرب أشياء تضرك. بالضبط. الزيوت المهدرجة. المقليات. من زمان من يوم عرفت نفسي وأنا ولله الحمد بعيد. ما شاء الله. لا ترى أن الواحد يصمل على الأكل الصحي هذا يعتبر شيء صعب في البداية. خاصة إيه؟ نعم نعم خاصة ترى شوفوا وجميل أنك تتأقلم المقليات اللي تلقى فيها سواد وتلقى. ترى أنا أذكر الدكتور فهد خضير قال كلمة قال هذه المقليات اللي هي طبعا الدجاج اللي فيه سواد وبعض الناس يستمتع بهالقرمشة ذي خاصة المحترقة ذي وهي أخطر شيء يقول المشاوي والله توازي المشاوي ونص صفحة ما شاء الله ما يعرف المشاوي حتى من كثر ما أنه ما يأكل لأكل لا صحيح. والله في عالم حتى الفحم تأكله ذا معها والله جد يعني في ناس يتبذل ما مختلط الفحم مع ذي يلو بس اهم شيء انك تبلع يسلك يمشي في يعني انا مره في ناس يحطون فحم جود لك في واحد رحت له من زياره في احد المناطق ماني بقى الاسم اسلم فقلت له ذا كذا كذا قال شوف عندنا قاعده في الاكل قال جرثوم اللي ما تغص فيه كله اهم شيء ينبلع ما قال جرثوم ما تغص فيه ابلعه بس يا ساتر شيء تاكله ما ياكل كبد لا شوف القاعدة القاعدة الغذائية دي القاعدة اللي الله يحرمنا منها هذه مكابرة نعم. والله يا جماعة تؤثر الغذاء أما الآن أو بعد سنين يعني على فكرة معلومة إحنا ترى ما نخوف الناس لكن الآن ترى فينا أطفال أنا رحت حقي مرضى السكر دعوني الحفل قبل يمكن 10 سنوات دخلت صالة مليانة كلها أطفال فيهم سكر صالة كبيرة جدا جدا كلهم أطفال يعالجون من مرض السكر ربي يشفيهم ويشفي مرضانا ومرضى المسلمين فقضية يا أخوان حنا عندنا حين نقدم الحلاوة عبارة عن إيش هدية عن هدية جائزة تقريبا. حتى بعض المعلمين وليت يسمعوني ولا يزعلون مني بعض المعلمين جايبين له صحن فيه حلاوة إذا واحد جاوب من الأطفال ذا أعطاه حلاوة يا أخي قلت له مرة دخلت على أحد المعلمين وكان متوقع أني أنا فرحان بالحركة دي فقلت بعد ما خلصت طبعا وطلع معي قلت بقول لك شيء قلت يا ريتك تحط تمر ولا لوز ولا مكسرات ولا شو اسمه فواكه مجففه من هذا
يا أخي أنفع مئة مرة من حلاوة وملون. تعرف الملون في حلاوة الآن سادة، في حلاوة حاطين فيه لون. فهذه يا جماعة على مدى سنين بلا شيرة. خلاص لا اسلم اطلع فلوس طول الموضوع. والله اننا قاعدين نسمع كنا مبسوطين والله يا حبي. يا عيوني والله أنا ودي افسخ الغتره ونجلس ونقلب الموضوع جلسه معك. اي والله من كثر ما اني مستمتع بسؤالك. والله يساعد الكلب يا حبيبي. اي والله لا يا ما يصدقني. ندخل متاهات قصدي بس انا ما ودي ادخل الناس يزعلون. ترى الجمهور يحبون واحد يبسطهم ما يحب واحد يزعلهم يعني. لا انت مش الفكره في انه تبغى الناس ينضبطون في الاكل الصحي في النظام الغذائي بشكل عام، وانه في امور الناس يسوونها يتوقعون انها مناسبه للاطفال وفي نفس الوقت ما افتحوا عيونهم على المضار اللي فيها مثل الالوان اللي انت تقولوا الحلاوه هذا بشكل عام. بالذكر يعني انتم كلكم يا اخوان بكره بيصير عندك عائله يا اخي، علم طفلك انه اذا سوى عطوا فاكهه يا سلام، عطوا زبيب، عطوا مكسرات. ليش انا اعطيه حلاوه؟ طبعا الحلاوه ارخص شيء على فكره، قد يكون ترى معليش مو كل الناس، قد يكون من ناحيه اقتصاديه يقول اشتري لي كيس حلاوه بخمسة ريال، شو كيلو فاكهه يمكن لو بجيب لي كيلو وين تفاح بعطيك نوع التفاح من الطلاب يمكن صح. صادق. لا هي شوف زي ما قلت انت السناكات هذه حلوه، فكرة السناكات هذه الأشياء والله الصحية فيها والله يا ليت تنتشر في الوقت الحالي. في بساكيت الحين البساكيت هذه بس بشرط شوف في يا أخوان بعطيكم معلومة فائدة لكم، زيوت مهدرجة الآن لما تدخل بقالات ترى فيه بساكيت فيها زيوت، وتلقى نفس المصنع ينتج زيوت مهدرجة وبدون زيوت مهدرجة صحي. عارف الصحيين وش اللي خلاهم يسوون كذا؟ ترى الناس الحين ما شفتوا بدأ يطلع عصير بدون سكر بدون مواد حافظ؟ ما شفت بدأ يطلع؟ ترى الناس بدأوا ما يشترون، صاروا يحرصون، أجبرتهم بقى الناس هم اللي يجبرون الشركات تنجز إنتاج صح. أما لما أنا أشوف بعض أولياء الأمور يدخل البقالة وعياله مش يشوف حلوة وملونة وقاعد تفرج، أنا نفسي والله أنقهر. هم يعتبرون نفسهم الحين في جنة. والله أجي لبعض الأباء أقول اسمح لي أتدخل، يقول تفضل. قلت نص اللي اشتروها اولادك ذي والله مدمره للصحه. قال لي وشلون؟ قلت اشيله، تعرف ذاك اللي ملون؟ إيه؟ قلت هذه شيله المصاص ذا شيله من طبعا ده. العيال يحقدون علي لانهم تعودوا قتلت المتعه. زين فقول له شوي، قلت تبي طريقه؟ قلت عيالي انا مسوي من طريقه، ادخلوا خذوا اللي تبون، يدخلون ينتشرون، تعرف انتشار. إيه؟ هم يطلعون يحطون على اعزل اللي ما ابيه كيس، ولا ابيه اقول للمحاسب حاسب الكيس اللي ما ابيه وش اسوي؟ بعد ما يحطهم بعربيه اسحبه واعطيها الرجال، اقول خلي عندك له ينجلط في البيت. لا يجون للبيت، هي فعلا يجي البيت وين هذا؟ قلت شراب ممنوع. خلاص تعودوا، خلاص عرف الحين اذا راح صاروا يجمعون بشيء جاب العصير. لا ما يجيب نكتار ولا شراب مستحيل، خلاص عرف انه بيروح فيها. طبعا هذه تزعل صاحب السوبر ماركت، قاعد تفضف خسرت يبغى ينظم مره ثانيه. بس انا قلت الصحه يا اخي اهم، خليه يزعل شوي معنا. كلام صحيح. يزعل يرضى، يزعل ويرضى بعد. اهلي كانوا يبغوني اصير مهندس او دكتور، لكني توجهت لمجال الكاراتيه، هل هو برغبه منك او انه احد قال لك روح المجال الكاراتيه؟ لا الكاراتيه قلت لك السبب انه كان عشان الجو حقنا جو قتالي كان. الامر الثاني انه طبعا مؤثر، البيئه اللي حولك مؤثره جدا. لكن رغبه اهلك؟ انا رغبه اهلي لا، الوالد لا، الوالد بالعكس. انا بعدين ضد اصلا الاب اللي يحدد مسار الابن. يا سلام، انت عطوا خيارات. ترى كثير من الناس اللي اختار له اب تخصص يعني فعلا جاب الاخير يعني نفسيه ما كان متقبل. في فرق انك تعشق التخصص وفي فرق انك ايش انك تختار تروح بسبب طلب. فانا ضد الكلام هذا. استاذ صالح، حدثنا عن حياتك الرياضيه في مجال الكاراتيه، كيف بدات وكيف تميزت في هذا المجال؟ اللهم لك الحمد، الحمد لله. انا طبعا بديت الكاراتيه قلت لك في شيء اسمه مع التربيه، المهم طورت ان انا اخذت الحزام البني فرحت ذيك الايام النادي. طبعا اتحاد الكاراتيه قال نبغى ننشر اللعبه في الانديه، لان اللعبه ك
كانت مراكز، مركز تدريب اتحاد ما حد داري عنك، ولا تشتهر اللعبة عن طريق الأندية. تعرف الأندية وفيها إعلاميين ويجون تغطيات. فالله يذكره بالخير أستاذ محمد الفائز قال ليش كان هو رئيس الاتحاد السعودي ذيك الأيام، فقال ودنا ننشر اللعبة. أنا عندي مجموعة من الزملاء، وكان عندنا شخص حقيقة كان له علاقة في نادي النصر يعني قريب من الإدارة، فأخذنا جميعا النادي النصر وقال تسجلون باسم نادي النصر عشان نجلد هجر ونجلد الوحدة، لأن هجر ووحدة كانوا قويين، أندية الحجر من الحسا والوحدة وين؟ في مكة، كانوا من أقوى الفرق. فكنا عشان نجتمع كلنا كفريق ويطلع الرياض في نادي النصر كفريق. سبحان الله العظيم رحنا وسجلوا زملائي وعطونا، ما قبل ما نسجل عطونا استمارة للتسجيل. فرحت للبيت، عندي أخو، أخوي الأكبر مني طبعا هلالي. جميل. أنا ما كان تفرق عندي، أنا والله جد أنا بلعب كراتيه وبس. يعني يهمني اللعبة، ما يهمني أنا أي نادي، كان يهمني اللعبة. فلو يوم رحت قال لي وين؟ قلت بسجل. عندك شغف اللي هو قال لي ما تسجل. قلت كل أخوياك، قال أخوياك ما أخوياك ما تسجل. مشكلة التعصب ده. إيه. أيوة. قالك الخير ما هو تعصب. وصحيح. يا حبيبي استاذ صالح الصحة ها؟ يبيك الصحة. فجزاه الله خير. كنت انا قلت له اخوي الكبير ولازم اسمع كلامه. قلت طيب. فكانت خيرة صحيح، يعني الله سبحانه احيانا يختار لك الخيرة اللي فيها المباركة. فانا حزام بني، فروح ذيك الفترة نادي الهلال الوحدي، اخويا كلهم نادي النصر الحين. ورحت نادي الهلال ودخلت على الله يرحمه ويسكنه فسيع جنات هذلول بن عبد العزيز. قلت انا كراتيه احزم بني وما ادري ايش ودي ادرب. قال الله يحييك. في نادي الهلال؟ في نادي الهلال. وكان عندهم حوش كان يلعبون فيه يد ويلعبون كل الالعاب فيه كانت. وقال لي ابدا شوف وقت. وبديت لوحدي في نادي، جبت مجموعه من الزملاء اللي في الحاره كلهم. الحارة أصلاً كدايم مشاكل كلهم متعودين أصلاً، متعودين على القتال بدون تدريب ما هي جاهزين يعني. فجبتهم بس لبستهم البارد على طول. الدليل أنه في واحد كنا نتدرب، واحد من الشباب، حنا التدريب بعد 3 شهور يبدأ القتال. واحد أول يوم يدرب يقول متى القتال يا أستاذ؟ يبدأ التطبيق. كنت لسه تأخذ الأساسيات. ما قلت بسم الله. تأخذ قتال مقيد. أساسيات في الحارة. قتال مقيد. قال لي 3 شهور